هكذا هي الأسماء المشاركة هنا مع أول الانطلاقات وأول تحديات سن الفطمان. هي المسافة التي حددت وقررت من نادي دبي لسباقات الهجن. بسم الله وعلى بركة الله مشاهدينا متابعينا الكرام، أعلنت انطلاقة أول الأشواط الرئيسية، أول التحديات، أول معارك ميدان دستور. أتقدم مع المركز الأول، أتقدم مع من تتقدم هذه الأسماء: شرابة سيف بن سلطان بن محمد بن سويل الملكتبي يأتي هنا خاطفا هذا المسار. المركز الثاني واللي تسللت إلى الصدارة هبايب حمدان بن حمد بن مبارك الصليطي ينطلق هنا مسيطرا على المقدمة بن سويلم الكتبي. على المركز الثاني، المركز الثالث تحديث القادمة هنا بشعار مصبح بن سالم بن سعيد بن حلوكة ما شاء الله، وتابع المركز الرابع وصول في هذه اللحظات، تقدم في هذه اللحظات ما شاء الله من الاسم القادم هملولة سعيد بن عبد الله بن يمع الشيدي قادما الشيدي وشواهين محمد بن راشد بن مرخان الاجتبي وشعار المكافح قادم هل سويحان الغزيل يمع بن محمد بن خلفان المزروعي ما شاء الله. وصلت الأسماء، كل الأسماء حضرت مع أول انطلاقاتنا، مع أول افتتاح إشارة سعيد بن سهيل بالدليوي الكتبي ما شاء الله. المركز الأول عودة مع البداية، عودة مع هبايب، ولكن شوف وتابع الغزيل 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 هل سويحان المكافح المكافح هنا يكافح مع أول الانطلاقات، مع أول التحديات. الشوط الأول والرئيسي يذهب إلى ميدان التراث، إلى ميدان سويحان بطريقة وأسلوب المكافح. تهانينا والناموس ليمع بن محمد بن خلفان المزروعي على فوز الغزيل بالمركز الأول. المركز الثاني شواهين لمحمد بن راشد بن مرخان الاجتبي، والمركز الثالث هبايب لحمدان بن حمد بن مبارك الصليطي. هكذا هي النتيجة، أهو أول الأشواط يحمل دائما كل التحديات والتنافس ما شاء الله. دقيقتين وعشر ثواني هو توقيت شعار الغزيل ما شاء الله. مشكور يا المكافح، مشكور يا مع بن محمد بن خلفان المزروعي احد القادمين من ميدان سويحان، خطفوا اول الاشواط من شارة السيد سعيد بن سهيل بالدليوي الكتبي. تهانينا والناموس للجميع.